أكثر من 565 منشأة عادت للعمل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب، وعشرات المنشآت يجري ترميمها للعودة إلى العمل والإنتاج. وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذب وخلال جولة في المدينة اطلع على واقع عمل المنشآت ومستلزمات إعادة إقلاع بعضها الآخر، وأكد اهتمام الحكومة بإعادة دوران العجلة الاقتصادية إلى عاصمة سوريا الصناعية. لاحظنا أن المدينة الصناعية الشيخ نجار قد بدأت بالتأهيل الكلي لمنشآتها، باهتمام الحكومة لإقلاع هذه المنشآت بصناعات متنوعة ورائدة ومتطورة. الشركة العربية من الشركات المشهورة بصناعة الإسمنت وفيها خبرات مميزة حقا. على يد الإرهاب أطال جزء كبير من هذه المنشآت التي تتوقف عن العمل، ولكن نحن برغم الظروف الصعبة مستمرين في بعض الأعمال الجزئية في المؤسسة العربية. تم تأهيل جزء مبنى الإدارة، مبنى المخبر، مخابر. حاليا في عندنا خطة إسعافية، وإن شاء الله نأمل بتجهيز المشغل اللي يعتبر هو جوهر العملية الإنتاجية، هو المشغل الميكانيكي في الشركة. إحنا أجينا بهدف إعادة تأهيل معمل ألبان حلب. طبعا المعمل في قسم منه مدمر متضرر بسبب الأعمال الإرهابية، وإن شاء الله بدعم من سيد الوزير رح نرجع نتمكن نقلع بالمعمل خلال الأشهر القادمة. الأشياء اللي حاليا ستوضع بالخدمة هي موضوع المياه الصناعية، واللي حاليا بدأ الضخ فيه ووصل للكيلومتر السابع من خط الجد 4 متر مكعب اللي واصل لحلب. هذا من أهم القضايا يلي نحن متوقعينها خلال أسبوع، تنضخ المياه في المدينة الصناعية. عنا إطلاق مدينة المعارض في المدينة الصناعية، هو مشروع كتير حيوي واستراتيجي يبدأ التنفيذ فيه قريبا جدا.